رابح مع اللوز. ضربة جزاء، ضربة جزاء تسبب فيها ريضا اللوز مع بالرابح. الرابح مع اللوز. بن يحيى، بن يحيى بالرابح، والهدف الثاني. بن يحيى بن يحيى بالرابح، والهدف الثاني. ماضي كل من حمادي بركة والعربي الاستاذ تغيير اذا حصل بالنسبه لجهه التحكيم على مستوى الحكم الرئيسي وضع يفدو تمريره من فدو الجوبونتيني، والهدف الثالث عن طريق الجوبونتيني. الحافظ السوداني وكرة من الحافظ السوداني وهدف. الهدف الاول لفايت حجز الصفاقسي، كان ثم بهتة من دفاع الترجي وكان الهدف. سيريا سرطان التغييرات، هجوم لفايت حجز الصفاقسي عن طريق حافظ السوداني. حافظ السوداني واخترع دفاع الترجي، والهدف الثاني 3-2 في الدقيقة 93 من المقابلة. 3-2 حجز الصفاقسي. الصفاقسي يحاول في نهاية هذه المقابلة في الدقيقة 93 بالضبط. حافظ السوداني شفت قلت لكم من بداية الشوط الأول أن حافظ السوداني من أحسن ما تم من اللاعبين وروح رياضية.